يقول ممكن نصيحة لبعض الموظفين، طيب المعاملة وكيفية التعامل خاصة مع الأجانب وأن لا يعاملهم بسوء. أي نعم، أي نعم، يعني بعض الناس أحيانا إذا رأى شخصا ضعيفا يعني ليس له هيبة ولا كذا يعامله معاملة سيئة، كان يرمي ورقته مثلا أو حقيبته أو ينهي معاملته بنفس شينة أو كذا، وإذا جاه واحد يعني هندام ولباس أقولهم يخرع زين يتبسم له وكذا وينهي معاملته وآمر طويل العمر وكذا، هذا لا يجوز. علينا أن نعامل الناس كأسنان المشط، لا يجوز، بل بالعكس الضعيف هذا يحتاج إلى يعني زيادة رعاية وعناية، لكن لا أقول يسيء المعاملة للثاني الذي له هندام طيب ونظيف ويظهر عليه أثر النعمة، لكن لا يجوز أن نفرق في معاملة الناس، ولا يجوز أن نسخر من الناس أو أن نهينهم. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، أن أحيانا الإنسان يفعل مثل يسلط عليه من يفعل به مثل ما فعله مع غيره، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى بهؤلاء الضعفاء وعموم الموظفين، سواء كان موظف بالداخلية أو في المطار أو في الشؤون أو في الأوقاف أو بعد وين تجارة وين بعد ها شرطة بلدية أي مكان، علينا أن نتقي الله تبارك في الناس وأن نعامل الناس بما نحب أن نعامل نحن به. حط نفسك مكانه، كيف تريد أن يعاملك عامله، بس هذا قاعدة، هذه قاعدة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، بل حتى لو لم يكن أخا لك، حتى لو كان كافرا، طالما أنه دخل هذه البلاد بأمان يجب عليك أن تعامله معاملة حسنة، ولا يجوز لك أن تسيء معاملته، والله المستعان.